أقيم بمسجد الحمدية الشاذلية عزاء الكاتب الكبير أحمد بهجت والذي توفي عن عمر يناهز 79 عاما، تاركا للمكتبة المصرية العديد من كتاباته المتميزة سواء في القصة أو الأدب. الكاتب العظيم الراحل أحمد بهجت الله يرحمه ودخله فسيح جناته، طبعا فقدنا قيمة عظيمة أثرى، مش هقول بقى المكتبة العربية فقط ولكن حتى حياتنا الإذاعية. طبعا كل الناس فاكرة كلمتين وبس اللي كان بيلقيها العظيم الأستاذ فؤاد المهندس، وكان بيقول فيها حاجات كتيرة قوي، ورغم انهم كلمتين وبس، في كلمتين وبس ربنا يدخلك فسيح جناته، وإن شاء الله كل اللي قدمته يبقى في ميزان حسناتك أستاذي عظيم. البقاء لله الأستاذ أحمد بهجت، تعلمنا منه كتير جدا، كنا بنضحك في المعلومة اللي بنشوفها وبنتعلم، ودي اللي أنا استفدتها وماشي بيها في حياتي كلها، إن أنا يعني في أي حاجة بعملها فيها كوميديا بيكون فيها معنى. فأنا بجد من تلامذة أستاذ أحمد بهجت، ويشرفني ان انا اكون من تلامذته، وربنا يرحمه ويرحمنا جميعا ان شاء الله. كاتب واديب وصادق في الكلمه، بننعي فكر عظيم وادب عظيم واخلاق جامه، رحمه الله كان على خلق عظيم وشيء ما يتعوضش طبعا في زمن كان بيسود الكذب، انما هو كان صاحب كلمه وصاحب راي ولم يتنازل لحظه عن رايه ابدا، رحمه الله ويصبر اهله يا رب. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.